The finished sculpture sits in water for 2 to 3 hours. This activates the release agent, detaching the plasticine from the plaster underneath. The artist carefully cuts the sculpture into sections. When it hardens, he applies release agent to both mold cavities, pours in hot gelatin, then closes the mold. In a half hour, the gelatin hardens into a flexible replica of that particular piece of the plasticine sculpture. Now, using surgical glue, he begins to apply the pieces called prosthetics. He starts with the largest face piece first. It includes the nose, cheeks, neck, and upper lip. Now for the forehead. Again, he applies glue along the edges to connect it to the rest. To age the eyes, he uses contact lenses. They create a ring around the iris, a typical feature of elderly eyes. Finally, some wrinkly eyelids. With a mask fully assembled, it's makeup time. Using a toothbrush, the artist sprays it unevenly over the mask, then smudges it with his fingers. Now, some freckles and age spots, and a gray wig. And finally, just a bit of lip color because lips dull with age. All this takes an experienced makeup artist about a month of work. And such expertise doesn't come cheap. A major transformation like this for stage or screen can cost up to $10,000. I really hope you like the video. عجبكم؟ يعني wow. Amazing choice صراحة. أنا هذا حلمي، أنا بحب أسوي هذه الأشياء بس ناقصتني التولز، يعني بعرف أسوي كاتس وأشياء مرعبة وكذا، بس كفيس إنه هيومن حقيقي هذا اللي يبغالي. بس أنا صراحة يبغالي بس كلاسز. كنت منصدم من المبلغ قبل الفيديو، بس الحين استحق. أنا لو غني والله، لو عندي فلوس والله أسويه، حتى لو ب 2900 دينار. تسوي الوجه للعيوز؟ اروح حق الشخص هذا واخليه يحولني شاي. لا احنا هنا عندنا بالعرب نتشبب اكثر، هم هناك يبون يصيرون شياب اكثر. هذا الافلام، هذا حق الافلام، انه حق دور يعني. يعني عادي تشوفون واحده عيوزه ترى مو يعني البنيه اللي داخل شحلاتها كيوت، بس تتحول تصير. هذا دليل ان الروح حلوه، يعني اذا احد يبي يتزوج واحده عمرها 80 سنه مو حلوه يدري هو شنو داخل. ترى اهم شيء الضحكه اللي ضحكتها. بس تابعتوا معنا المراحل اللي تمت فيها شلون؟ اول شيء يعني الدقه. يا استني بخليني اشرح بس الفيديو. اوكي. في البدايه بس الستبس. اول شيء بيغطوا راسها بالكاب بس عشان الشعر لا يلزق، يعني التوب از نوت امبورتنت. طيب عشان حطوا لها كاستم ميد ويج. في كان فيديو ثاني بيسووه بيدهم واحده واحده، شعره شعره. وبعدين يروحوا يجيبوا يغطوا الحواجب والرموش باللازلين بس عشان لا تلزق. وبعدين شفت الدنتست الدكتور الاسنان بيحطوا لكم شيء كذا اللي يسوي المود الاسنان، هذا اللي بيحطوه في وجهها كله زي الجبس. لا من المواد يا بعد ما في لها وقت معين بعد ما تنشف يشيلوها، وبعدين يحطوا هارد جيلاتين. شفت الجيلاتين؟ الجيلاتين هي ماده الجلو اللي بيحطوها في اللي بتتاكل. بس يحطوا هارد جيلاتين وتصير شكلها ربل، يصير شكلها زي البلاستيك زي باربي. وبعدين يروح يحط يعني بيزينوها بالميك اب، يحطوا الايج سبوت والرينكلز والهايلايت، وبعدين الحواجب في ماكينه خاصه كذا بيغرز الشعر وشعر طبيعي زي كذا بالمبلغ هذا اللي بتدفعه كل الاشياء الطبيعيه. بس هذا شغله اكيد انا اتوقع هذا البروفيشنال اللي كان قاعد يسوي هالماسكات هذه، اتوقع شور انه حق السينما او حق هوليوود يعني. طيب اكيد. بس اذا واحد يبي يسوي حقه شخصيا مو ممثل ولا هذا يقدر يروح يدفع له ويسوي له عادي. هذا واحد رايق. يعني انا اروح صراحه اغير شخصيتي، اقلب نفسي من ولد بنت عشان اطلع واسوي فيلم هندي عشان لا بس يعني كل واحد يعني انا بعرف كيف يكون شكلي لما اكون عجوز يعني. عموما احنا اليوم شلون غفلنا طبعا. شوف 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 الشيطان، انت بتصير مذيع؟ ها انا 11 سنه ما صرت مذيع وانت بتصير مذيع. عموما
اليوم احنا بصراحه نسينا نشكر، ومن واجبنا احنا بصراحه نشكر بيوتي تك معهد بيوتي تك للتجميل. بصراحه يعطيكم الف عافيه وما قصرتوا، وعندهم واحد يا جماعه ذهب 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 الرجال، طبعا غير احمد وغير كل الموجودين، عبد الكريم عبد الكريم ابو شيخه، ابو شيخه صح، ابو سلمى، ابو سلمى يعطيك حلو. الف الف عافيه، انت بصراحه ايدك روعه، وطبعا انا قاعد اروح له في عندي علاج الوجه ما وجهت دي اي ما شاء الله عليه، يعني وايد دكاتره انا رحت لهم وكذي كلهم عطوني بس كلام، ابو جاسم بدور عطوني بس كلام اي دفعت وحالتي حاله ودفعت من فلوسي اكيد يعني باي زين، فهو خذ مني الفلوس مع الخصم، حتى بالبدايه قال لي انا ما ابي منك ولا شيء، قال لي اخذ شوف شغلي، اذا ما عجبك شغلي ما ابي منك ولا شيء. الثقه اللي قاعدين يتكلمون فيها بيوتي تك وايد وايد حلوه، الاجهزه اللي عندهم بيوتي تك مو موجوده بالكويت كذا، ايش قاعد تسوي؟ الاجهزه اللي موجوده بيوتي تك مو موجوده طبعا بالكويت كلها، طبعا عندهم الليزر، اريد اتكلم مره ثانيه عن الليزر اللي عندهم، طبعا هو يعتبر الياف او الالياف الضوئيه، لا تعض على اساس لا قطك بالارض، الياف ضوئيه فعشان يشيل الشعر كذي. زين بندش بفقره التكنو جيم، ها فيديوي مال اللي انا محاضره لكم. انزين انا حسبان انتهى الوقت، لان دائما اللحظات الحلوه تمشي بسرعه. ايش داب انت؟ انت مخك مش شغال، بيصير مدير بيصير مدير. زين انا ما بطول عليكم بالحكي، بس اللي راح تشوفونه كلنا لعبناه او نتمنى نلعبه، خلينا نشوف. Paintballing is a cross between war games, tag, and hide and seek. The aim is to steal the other team's flag, while shooting the opponents with an air gun loaded with exploding paint capsules. After all, boys will be boys. Paintballs are made entirely of non-toxic ingredients. To make the hollow shell, water is heated in a giant mixing bowl. Sweeteners and a secret combination of food ingredients are added. The exact recipe apparently is never divulged. Then the key ingredient that gives the shell its shape, gelatine. The mix is melted for half an hour, then lined up for what is called the drop, transferring the gel from the mixer into the heated vat called the gel tote. Any solid, unmelted globules are filtered out. Once the mixture is ready, a giant blender is lowered. Food dye is poured in and blended for about 20 minutes. Elsewhere in the factory, they use the same method to dye what's called the fill, the paint that goes inside the shell of the paintball. It's made of polyethylene glycol, the inert liquid in cough syrup, which is thickened with crayon wax. Welcome to the feed room. Here, the vats of gel and fill feed a capsulation machine one floor below. First, the machine spreads out the gel onto a cool drum. This creates a continuous thin sheet of gel called a gel ribbon. This cooling cures the gelatine to a point where it can now be molded into the hollow shell of the ball. The machine does the next three steps in one pass. It aligns the two half shells together to form a hollow ball, injects the fill, then seals the two half shells together. These newly minted paintballs are still quite soft though. If not dried, they'll lose their shape, so they fall down onto a conveyor, then roll into a tumble dryer. From here, they'll go onto a bakery style rack where they'll dry out completely. To make dual-coloured paintballs, they use the exact same process, but feed two colours of gel ribbon into the capsulation machine, one colour for each half of the shell. Manufacturing this ammunition is a messy business, but well worth the effort to the millions who love paintballing, especially those stag parties. Invented just 15 years ago, it's caught on in more than 50 countries worldwide. But not everything's perfect. Companies have taken to booking paintball outings for their employees to help build teamwork. Oh well.
مثل ما تابعتوا معنا البينت بول، هذه هي الكرة طبعا اللعبة اللي كلنا تحرشين فيه. هذه اللعبة اللي كلنا يعني لعبناها ونتمنى نلعبها وإن شاء الله راح نلعبها. هذه البينت بول طبعا شفتوا المراحل اللي مرت فيها هذه الكرة، بس في شيء ترى ما كان موجود بالفيديو، في موجود فيديو ثاني بس ما يعني صار لي وقت اني اجيبه. الكور مثل ما شفتوا طبعا يمرون بدرجة حرارة وايد عالية، مواد معينة يحطونها، يسوون كرة صغيرة بعدين يروحون يسوون الكرة الثانية الكبيرة. الشيء الثاني اللي ما شفتوه الكرة نفسها يخضعونها للاختبار، بدر محمد يطقونها على جسم يعني أجسام مشابهة لأجسام البشر، مجسم ضعيف أضعف كذي، يعني يسوون لها اختبارات جسدية مثل ما نقول، فيطقونها على أنواع المسدسات طبعا اللي موجودة الحين بالحرب، ويشوفون يعني الطقة مالتها ايش كثر تنفجر، هل من أول طقة تنفجر وشنو قوتها تنفجر. يعني في وايد اختبارات تمر فيها، مو انتوا تشوفون البينت بول هذه تستانسون فيها، ترى في لها وايد اشياء تمر فيها، يعني تونس بصراحه هذه اللعبه. ومن الناس ما شفتوا يعني درجات حاره تمر فيها الكور، بعدين بروده قصوى، بعدين ترد حساس الكره اللي اعلى منها البروده القصوى والحاره. ولا ايش رايك حمود؟ حمود انت انا اقول لكم يا جماعه حمود صدق اي اللعبه طبعا وايد حلوه، وايد شيقه، وايد خطيره. هو الخطوره فيها يعني اهم شيء بالموضوع هذا كله. صح. الناس طبعا عبالها هي جيم يلا بس شي راح نلعب حرب الوان، لا هي مو حرب الوان، هي جيم صج كأنك انت داش تحارب، لان انت السلاح اساسا اللي قاعد يستخدمونه ضغط عالي، في غاز بضغط عالي جدا، قوته نفس قوه اي مسدس طبيعي او رشاش. لا تنسى ان انت هذا في سنايبرات، وهو طبعا تو شو اسمه كلاش، في واحد سنايبر وفي واحد الكلاش العادي اللي هو الرشاش تطلع الطلقه. السنايبر اللي هو اساسي بانه مثلا ابعد مكان او ابعد خصم انت تبي تجيبينه، السنايبر على طريقه هو اللي يقدر يجيبك. اللعبة وايد تعور. صح. طبعا يا جماعة نصيحة أخو اللي بيروح يلعب الجيم هذا يلبس جاكيت يكون يعني فرو ملابس كثيرة، يعني في فرو عشان طقته لما ينطق ما يحوش جسمه أو ما يحوش الليذر ماله، والبس دس معاه الليذر ماله عشان الطقة لا تجي عليك، وغطي، حاول تغطي المنطقة هذه الليذر ماله. أكيد مريوم اليوم حضرت لكم شيء خطير جدا. ميمي ويا سلام على ميمي، أعطينا ميمي شنو عندك الحين. بقول لكم شيء قبل لا نروح حق الفيديو، العيوزة اللي سارة يبث لنا فيديوها عقب ما لعبت بولينج، وعقب ما لعبت بينت بول، وعقب ما كلت نقانق، وعقب ما كلت حلاو، شنو تبي تسوي؟ تبي تفرش أسنانها؟ ما عندها أسنان عيوز؟ بلا عندها، تضحك كذي التركيب التركيب مو صدق. خلينا نشوف الفيديو وارجع أكلمكم عنه. These toothbrushes should make you want to flash your pearly whites in appreciation, if you consider that thousands of years ago people used twigs to clean their teeth. Today's toothbrushes begin as little plastic pellets. A vacuum sucks them up into an injection mold machine. The machine melts the pellets into a kind of plastic dough, then injects it into a stainless steel mold, forming 10 toothbrush handles at once. The head of each handle has up to 56 holes for bristles. This machine generates 10 handles every 35 seconds. That works out at 27,000 handles in 24 hours. So now, you have a toothbrush you can really hang on to. No dropping this one in the sink. They use this semi-clear plastic to produce another type of grip, one that's softer and more pliable. These nylon fibers will form the bristles. A robotic arm pats them down so they sit evenly. Then, faster than you can blink an eye, the machine feeds the bristles into the holes in the head of the toothbrush handle.